أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئة نت، كاتب وباحث سياسي يقول: لا يحق لنا التحدث عن السيادة العراقية وهناك أكثر من 100 ميليشيا في البلاد. في المدى، جنرال كندي يقول: إهمال أسباب ظهور داعش يهدد بعودة التنظيم مجددا. في كتابات، أنباء عن منح فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية. في الجزيرة نت، الناتو وواشنطن يرفضان تهديدات بوتين بضرب دول الحلف. في العربي الجديد، فنزويلا، غوايدو يحشد أنصاره على الحدود مع كولومبيا لإدخال المساعدات الأمريكية. في القدس العربي، المئات يؤدون صلاة العشاء في منطقة باب الرحمة في القدس المحتلة. والختام من صحيفة الحياة، وفيها عدد قتلى هجوم في شمال غرب نيجيريا يتضاعف إلى 130. ومن زاوية العناوين إلى زاوية المقالات التي انتقيناها لكم، والبداية مع هذا المقال المشهور في صحيفة المدى، وفيه: تبلغ موازنة هذا العام 2019 ما مجموعه 133 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 105 ملياري دولار تقريبا، وهي أعلى موازنة في تاريخ الدولة العراقية. ورغم ضخامة هذا المبلغ، إلا أن الجميع يصرخ بقلة التخصيصات. وقبل الدخول في بعض التفاصيل والآراء، دعونا نقدم تعريفا مبسطا لموازنة الدولة، فهي وثيقة قانونية لخطة اقتصادية معبر عنها بالنقد، أي أنها تعكس الخطة الاقتصادية للحكومة العراقية للسنة القادمة، أو بكلمة أخرى هي الفلسفة الاقتصادية للسلطة الحاكمة لفترة قادمة معبر عنها بالنقود. هذه الموازنة تحتوي على جانبين: جانب الإيرادات وجانب الإنفاق. ومن المفضل أن تتفوق الإيرادات على الإنفاق، لأن ذلك ضماناً لثروة الأجيال القادمة. عن الموازنة كتب أثير يوسف حداد في صحيفة المدى العراقية: ما الذي تعنيه 105 مليارات دولار؟ إنها تعني أن كتلة نقدية بحجم 105 مليارات دولار ستضخ إلى الاقتصاد العراقي. وهنا يبرز أمامنا سؤال يصفعنا، هو: هل إن الاقتصاد العراقي قادر على امتصاص هذا المبلغ الكبير دون هزات تضخمية؟ وإن حدثت تلك الهزات، فهل أن الحكومة قادرة على السيطرة على تلك الهزات؟ وحيث إن المصارف العراقية لا تمتلك قاعدة رصينة من ناحية ثقة الجمهور بها وقوة رأس مالها ومكوناته، وإن المصارف لا تحتفظ بكامل قيمة الودائع بل بنسبة صغيرة منها، مما يؤدي إلى صدور النقود الخاصة بالودائع بأضعاف كبيرة ينتج عنها ارتفاع في العرض النقدي، والذي يساهم في ظهور التضخم النقدي والاعتماد على القروض المالية كوسيلة لتقليل الفجوة الظاهرة بين الطلب والدخل. أما الضرر الآخر والناتج عن هذا الحجم في الموازنة، إلى جانب ضعف تطور البنى الاقتصادية العراقية، فإن غالبية تلك الأموال سيجري تحويلها إلى دولار عبر البنك المركزي العراقي من أجل استيراد سلع وخدمات لا ترقى إلى مستوى الحاجيات الأساسية للاقتصاد العراقي، أي وبكلمة أخرى إنها تتجه نحو تمويل الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري. أثير يوسف حداد يتابع: إن هناك تحويلاً كبيراً للأموال على شكل دولارات إلى الخارج إلى حسابات في المصارف الأجنبية، ولا تعود هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية العراقية. وبعض الأموال التي تعود إلى العراق هي عبارة عن سلع زراعية تدمر الإنتاج الزراعي العراقي، أو على شكل استيراد ملابس لا تستخدم فيها عمالة كبيرة.
والأهم أن هذه الموازنات ومن ضمنها موازنة 2019 هي عبارة عن موازنة وهمية، أي هي ديكور سياسي ليس إلا. والمقصود في ذلك أن الإنفاق الفعلي من أبواب الموازنة أقل بكثير من الواقع المتحقق، فغالبية المحافظات تعيد مخصصاتها من الأموال إلى الحكومة المركزية، وتسمي ذلك خدمة وطنية في حالة غياب حسابات ختامية. فإن أي حديث عن الموازنة وأبوابها وأهميتها هو حديث بلا معنى، لأنه عبر الحسابات الختامية. الآن إلى منشور أو إلى مقال منشور في صحيفة كتابات، وفيه أيها الموصليون من يحرركم بهذا العنوان. افتتح الكاتب إبراهيم محجوب مقالته في موقع كتابات، فلا يختلف اثنان في مدينة الموصل على طعم المرارة التي يلقاها المواطن البسيط عند مراجعته لأي دائرة في محافظة نينوى. فالوقت المهدور وكميات المئات من الأطنان من الورق الذي لا داعي له أثقلت كاهل المواطن والدولة على حد سواء. ففي كل معاملة تقدمها إلى دائرة من دوائر هذه المحافظة يجد المواطن نفسه مطالب بالمربع الذهبي. وما أدراك ما المربع الذهبي؟ إضافة إلى تأييد المختار مشفوعاً بختم القائم مقامية ومركز الشرطة، وتجد الناس يهرولون بهذه الدوامة المزعجة لغرض إكمالها. وبعد اكتمال أي معاملة يستلم هذه المستمسكات المرفقة مع الطلب المعني الموظف المختص، لتتحول بعدها هذه الأوراق نهاية كل عام إلى سلة المهملات، وترى أهل الموصل يقفون يومياً من الصباح الباكر بطوابير منظمة أمام الدوائر الحكومية، وهم يلعنون الحظ الذي أنجبتهم به أمهاتهم في هذه البقعة من الأرض، ليطل عليهم مدير تلك الدائرة وهو يسمعهم كلاماً معسولاً مفاده: نحن هنا لخدمتكم، فساعدونا على القيام بواجبنا ونظموا الطابور. كل هذه المعاناة لكي تحصل ربما على هوية الأحوال الشخصية أو شهادة الجنسية العراقية، أو ربما معاملة جواز سفر أو تأييد شهادة جامعية. ولو نظرنا للأمر من باب التطور العلمي الذي حصل في العالم كافة، لنجد أنفسنا أننا بلد متخلف وشعب لم يعرف طعم الراحة في هذه الدنيا. فاليوم العالم حدد شخصية الإنسان ومعرفته من خلال بصمة الإصبع أو بصمة العين، وما زلنا نبصم بالحبر الأزرق ونلوث أصابعنا بهذه المادة الزرقاء. يتابع إبراهيم محجوب في مقاله من يحرركم من الروتين: إلى متى يبقى المواطن من أبناء محافظة نينوى يذهب إلى أغلب دوائر الدولة لتسهيل معاملته، ليبلغه المعني بالأمر أن الموظف المختص حالياً في اجتماع، وربما من أجل توقيع بسيط قد يقضي المواطن الموصلي من حياته يوماً كاملاً بالانتظار المزعج والممل، لسيما وأن أهالي الموصل يعرفون أن دوائر الدولة خالية تماماً من استعلامات فيها مقاعد مريحة يجلس عليها المواطن لانتظار إنجاز تلك المعاملة. وسؤالنا هو، يقول الكاتب: متى تنتهي اجتماعات موظفي الموصل في دوائرهم؟ وما هي سرية هذه الاجتماعات التي تعرقل توقيع البريد؟ ومتى تتغير لهجة الموظف مع المراجع ونسمع من جنابه الكريم كلاماً طيباً ومقنعاً يجعلنا نتعاطف معه بدلاً من السب والشتيمة؟ الآن إلى مقال منشور في صحيفة الحياة، وفيه: في مؤتمر ميونخ للأمن وصف وزير الخارجية الفرنسي السياسة الأمريكية في شمالي سوريا بأنها لغز، وحين يأتي ذلك من عضو في التحالف الدولي له هو الآخر قوات على الأرض فليس فيه أي مبالغة. ذكى أن واشنطن لم تستطع بل لم تسعى إلى إجلاء أهدافها أو إلى جلاء أهدافها، سواء كانت تخطط لسحب كل قواتها من تلك المنطقة أو لإبقاء عدد رمزي من العسكريين والمعدات للدلالة إلى وجود سياسي دائم. وما زاد اللغز تعقيداً أن جميع اللاعبين على الأرض السورية لم يتلقوا أي إيضاحات من قبل الإدارة الأمريكية،
سواء من الحلفاء كالأتراك وخصومهم الأكراد أو من الخصوم والأعداء كالروس والإيرانيين، بالإضافة إلى النظام السوري. أما الإسرائيليون فيبدو أنهم وحدهم من يعرفون السر، ولم يستشكل أي أمر لديهم كونهم ينسقون مع الأمريكيين والروس في آن واحد، بحسب مقال للكاتب عبد الوهاب بدرخان منشور في صحيفة الحياة. في أي حال لم تعد مخاوف الأكراد كما كانت، ما يعني أنهم تلقوا ما يفيد بأن تغيير التكتيك الأمريكي سيكون بمشاركتهم وليس على حسابهم، أقله في المدى المنظور. ومع أنهم يواظبون على التحاور مع موسكو، إلا أن اندفاعهم نحو النظام لم يعد كما بدأ في الشهرين الماضيين. وهذا ما يفسر الرسالة التي خصهم بها بشار الأسد بقوله في خطابه الأخير إن الولايات المتحدة لا تحمي من يراهنون عليها، وأنه لن يحميكم سوى دولتكم، ولن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري. قد لا يكون الأسد مخطئاً في تقويمه للحماية الأمريكية، لأنه مخطئ في البديل الذي يعرضه، دولتكم وجيشكم، لأنه لم يعد مقنعاً ليس للأكراد فحسب بل لعموم السوريين. في ضوء ذلك يريد الأمريكيون أن تبقى المنطقة في أيدي قسد، وقد باشروا التنسيق معها لليوم التالي بعد الانسحاب، ولم يعودوا حرجين بكون القادة الرئيسيين في قسد من حزب العمال الكردستاني BKK، أو لعلهم يعتبرون ذلك ميزة تعزز ارتباط هذا الحزب المصنف إرهابياً بواشنطن، التي منحته فرصة محاربة داعش لتطهيره من هذا التصنيف. فإذا تخلت عنه سيفقد كل الامتيازات العسكرية والسياسية، ولن يستطيع تعويضها مع الروس ولا مع النظام أو إيران. يختم عبد الوهاب بدرخان مقاله بقوله إن الأمريكيين لن ينسحبوا لمصلحة أي من الأطراف، بل يعتقدون أن ظلهم سيكون كافياً لإبقاء إقليم شمال سوريا خارج سيطرة روسيا وحلفائها، وربما يستعينون بقوات فرنسية وبريطانية من التحالف، سواء لطمأنة الأكراد وحمايتهم أو لحراسة التركة الأمريكية، نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى ضمانات الحل السياسي في سوريا. غير أن الترتيبات التي يدرسها الأمريكيون مع الأكراد استفزت روسيا، إلى حد إعلان وزيرها سيرجي لافروف أن واشنطن تعمل على تقسيم سوريا وإقامة دويلة شرقي الفرات. إلى مقال الآن منشور في العربي الجديد، وفيه بتبجح مستفز يعلن صهيوني موت قضية فلسطين رسمياً، وهو منتشٍ بأخبار مؤتمر وارسو أخيراً باعتباره حدثاً فريداً دشن حقبة جديدة في تاريخ العلاقة العربية مع كيان العدو الغاصب في فلسطين. وبقدر ما يقهرك هذا الإعلان الغبي، تشعر أن الأمر برمته فعلاً ينطوي على حقبة جديدة في تاريخنا المعاصر، ولكن ليس بالمعنى الذي رمى إليه الصهيوني الوقح، بل بمعنى آخر بعيد تماماً وفي اتجاه مغاير لما قصده. فقضية فلسطين لم تكن حية أصلاً قبل مؤتمر وارسو حتى يعلن موتها، بل يمكن أن يقرأ الحدث على نحو مختلف كلياً بعده موعد مولد جديد لقضية كان النظام العربي الرسمي يختطفها بوصفها كذباً وبهتاناً، قضيته القومية الأولى، وهي في الحقيقة كانت كذبته الكبرى أو كانت كذبته الكبرى وذريعته البشعة لسلب الشعوب العربية كل ما هو جميل في حياة الناس. عن قضية فلسطين في وجدان الأمة كتب حلمي الأسمر في صحيفة العربي الجديد. قضية فلسطين بهذا المعنى لم تمت، بل ربما تكون ولدت من جديد بعد أن تخلى عنها رسمياً من كان يخطفها لقتلها وسلبها شرفها. فلسطين ولدت بعد وارسو وما قبله من حفلات وزفات التطبيع والاستخذاء والسترب تيز السياسي، بعد أن أعلن عرب رسمياً أنهم نحو قرن كانوا مجرد سماسرة ووسطاء لبيع دم شعوبهم وثروات بلادهم للصهيونية العالمية ومن يدعمها ويرعاها.
فلسطين بهذا المعنى الجديد تولد من جديد، وقد عرفت العدو من الصديق، وتخلصت من سنوات طويلة من الخديعة والكذب والتدليس. فالأبطال القوميون لم يكونوا غير جواسيس، والفرسان التي كانت الإذاعات تزدح ببطولاتهم لم يكونوا غير شخصيات مستنسخة من كعب بن أبي وعبد الله بن سلول. كانوا يهوداً أكثر من اليهود، أضاعوا عقوداً من السنين عاشت الشعوب المسكينة أسيرة إعلامهم المجعجع. اليوم حصحص الحق وذاب الثلج وظهر المرج بكامل بشاعته، فتهنأ فلسطين وأهلها ومحبوها في مشارق الأرض ومغاربها بعد أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نتابع حلم الأسمر، إن المقاومة هي المشعل الوحيد الذي لم يزل ينير العتمة. المقاومة لم ولن تكون إرهاباً مهما حاولوا شيطنتها، هي الدليل الأكبر على أن هذه الأمة لم تمت، فهي حية في قلوب الملايين. والمقاومة هنا ليست فقط الفصائل التي ترفض وضع السلاح والسير في زفة الاستسلام، بل هي أيضا تلك الروح التي لم تزل تشتعل في قلوب الملايين من محبي فلسطين بعامة، من المنتشرين في أنحاء الأرض وفي قلوب المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بشكل خاص. هؤلاء الذين يحرسون شرف الأمة ويحرسون قبلتها الأولى ويذودون عن شعلة الأمل كي تبقى مضيئة. الآن إلى مقال آخر عن الموضوع نفسه ومنشور في صحيفة القدس العربي، كتب شفيق ناظم الغبرة في الصحيفة نفسها عن مؤتمر وارسو المنعقد الذي جمع دولا عربية شتى مع إسرائيل والولايات المتحدة. يقول إنه لم يكن سوى استمرار لنمط من المؤتمرات التي لا تؤدي لحلول ولا توصل إلى نتائج، فالبيئة الدولية التي ترتبط بهذا المؤتمر متخمة بصراع الأقطاب المختلفة. هناك فرضيتان للقاء وارسو، الأولى مرتبطة بالتطبيع وما سمي بصفقة القرن، لكن الواضح أنه لا يوجد صفقة قرن، فالهدف الحقيقي استغلال ثروات المنطقة وإسقاط الدول العربية بنمط التحكم من خلال الوكيل الإسرائيلي وخدماته الأمنية. ولا يخفى أن الولايات المتحدة تبحث عن مزيد من العقود وبيع السلاح وحروب جديدة لا تتورط فيها بشكل مباشر. لم يشهد مؤتمر وارسو مشاركة الفلسطينيين ولا الأوروبيين ولا الصين وروسيا، وطبعا بغياب إيران وتركيا كان مفرغاً من الزخم والقيمة. ويمكن القول بأن أكبر إساءة لمؤتمر وارسو في أعين الشعوب العربية والإسلامية هو ذلك التعظيم الذي شهده المؤتمر لمكانة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لم يغير حتى اليوم أي من سياسات الاستيطان والتهويد في فلسطين والقدس، وهو مستمر بسياسة الاحتلال، وهو لم يغير أي من سياساته تجاه العالم العربي. وبطبيعة الحال مؤتمر وارسو لم يكن بالتالي بين أطراف متساوية، فقد فرض هذا المؤتمر على إقليم يعاني من الحروب والخوف من الآخر. الإدارة الأمريكية الداعية لهذا المؤتمر هي واحدة من أكثر الإدارات الأمريكية تطرفاً، فهذه إدارة متطرفة في العلاقة مع المكسيك حول الجدار، ومتطرفة مع كندا وأوروبا والناتو حول السياسة والمال، ومتطرفة في انسحابها من اليونسكو بفضل عضوية فلسطين في 2018، ومتطرفة بسبب قوة اليمين المسيحي وممثلها نائب الرئيس، ومتطرفة بسبب جاريد كوشنر الملتزم بالصهيونية على أرضية دينية. إنها إدارة متطرفة بسبب عدائها العنصري للعالم الإسلامي والعربي. في مقاله عن وارسو بين الأبعاد والتناقضات، يتابع الكاتب عن تعامل إدارة ترامب ويقول إنه تعامل فيه تحقير مقصود. هذا التحقير واضح عبر تصريحات ترامب حول الأموال العربية واستعادتها وحول إسرائيل وعظمتها. في سياسات ترامب يملك العرب كنوزاً يمكن مصادرتها ومالاً يمكن نقله،
وتبعية تسمح بجرهم لمحاربة أنفسهم عبر حروب عبثية ونزاعات مفتوحة. إن المقاومة الحقيقية لهذه الحالة هو بالامتناع عن التورط فيها وعدم مسايرتها. هذه ظروف كاشفة للوضع العربي وهزالته، ستؤسس لمقاومة الشعوب لحالة التهميش والتحكم. وصلنا الآن أعزائنا المشاهدين إلى المقال الأخير ومنشور في صحيفة العربي الجديد، وفيه لم نكن نتوقع في يوم من الأيام أن يصل الحال بنا إلى هذا الحد من الانهيار الأخلاقي والتبعية المهينة والاستهتار بمشاعر الجماهير العريضة العاشقة لفلسطين من قبل أولئك المراهقين اللاهثين وراء التطبيع مع الكيان الذي يغتصب أرضنا وينتهك حرماتنا ويدنس مقدساتنا ليلا ونهارا. مقال للكاتب حسن العلول منشور في موقع عربي 21 عن ظاهرة التطبيع مع الكيان الصهيوني. حالة عربية من الهوان والضعف لم نشهد لها مثيل منذ نكبة 1948. لقد بتنا على أعتاب مرحلة جديدة تحمل في طياتها مفاهيم ومصطلحات كنا لا نعترف ولا نؤمن بها من قبل. القضية الفلسطينية لم تكن يوماً عالة على أحد، بل مصدر فخر واعتزاز وصورة زاهية رسمها الفلسطيني بنضاله وصموده وتضحياته في سبيل الدفاع عن وطنه وعن قدسه وأقصاه الذي هو وقف عربي وإسلامي وآية من كتاب الله. وقف الفلسطيني في كل محطات نضاله درعاً واقياً وسداً منيعاً في وجه السرطان الصهيوني الذي يسعى للتمدد والتوسع والسيطرة ليس على فلسطين فقط وإنما على الجسد العربي بأكمله. ولكن ما الذي تغير ليستقبل القاتل والغاصب في عواصمنا العربية؟ انحدار غير طبيعي وغير مبرر في الخطاب الإعلامي الذي أصبح يتقبل العدو ويتباهى بالعلاقة والتواصل معه في العلن والسر دون خجل. عدونا يستفرد بنا ويمارس ضدنا كل أشكال العنصرية والغطرسة والقرصنة ويهدد وجودنا ويحاول اقتلاعنا من أرضنا بكل أساليبه القذرة وضغوطه المفضوحة، بينما إخواننا العرب يتحدثون عن حق هذا الكيان في الوجود ويتمتعون بسماع نشيده النشاز في محافلهم النتنة. يختم حسن العلول بقوله إن الشعب العربي بكل مكوناته وأطيافه وألوانه السياسية يؤمن إيماناً قاطعاً لا شك فيه بمركزية قضية فلسطين وعدالتها، وأنه لا مساومة أو تهاون في حق الشعب الفلسطيني بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة وخلاصه من الاحتلال الذي يجثم على أرضه. الاحتلال بدأ وعبر بعض المثقفين والكتاب المرتزقة ببث ونشر ثقافة دخيلة ومصطلحات غريبة على مجتمعاتنا العربية. إنهم يتسابقون في الحديث عن الحوار والتسامح وحق الجيرة وتقبل العدو كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، وهنا تكمن الخطورة والمؤامرة الكبرى، لأن تسويق مشاريعهم التوسعية يتطلب أرضية خصبة من الشعوب التي مطلوب منها أن ترضخ وتستسلم وتساند قادتها المطبعين، وتكون النتيجة ضياع القضية الفلسطينية والقبول بأية صفقة قادمة. الآن إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، نلتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية.